الأول قلت لك أعطيني إياها بالحسنى. غطي علي. ايه؟ سيبه روح من قدام. علم سيدي. فانت تعال معي نهجم من ورا. يلا. أحمد أنت منيح؟ حاكيني أحمد. الشنطة يا صاحبي إذا بتعزني رجعها. أحمد لا تموت. أحمد فتح عيونك. أحمد بترجاك لا تموت. من نسرة لا تحول. نحن بمنطقة بيكوز بعلي بادش. بعطونا سيارة إسعاف فورا. أحمد بترجاك لا تتركنا. بابا إليف. بابا سيبه. إليف خلي البنت بعيدة بل ما تشوف أبوها بهي الحالة. ماشي امشي إليف. يلا طيب وقفي وقفي عندك. بابا خليكي هون. وقفي بابا. بابا شو صار له؟ ما في شي حبيبتي رح يكون منيح. سمعتيني؟ أمي كمان متصاوبة. وينها؟ هوني. الكر جيب سيارة عكس بسرعة. يلا استعجل. يلا أحمد بترجاك بترجاك افتح عيونك. يلا الله يرحمه هذا توفى يا أخي. البقية بحياتك. أنا تأخرت يا أحمد. أنا تأخرت. الحق علي أنا. أنت ما لك ذنب. لا تقول هيك. ما قدرنا نصل أبكر بشوي. قام فقدنا ملازم بطل. طول بالك أخي راح شهيد. إن شاء الله يكون نصيبنا مثله. آمين. أخي الحقير هرب شو نعمل؟ لوين هرب عديم الشرف؟ لوين هرب؟ ركب بسيارة خضراء وهرب. شباب مرته عندها إصابة خطيرة. ماشي إليف وصلوا المرأة على المستشفى ونحن رح نلحق المسلح. يلا ماشي علم. أنا بدي أوعدك يا أحمد هلا إني أخذ الأمانة منه. هذا وعد مني. يلا شباب يلا. محتاجين مساعدة؟ أخي اسمعني، في ملازم أول استشهد. البقية حياتكم البقية. الإسعاف رح ياخدوا، خلوكم جنبه ليوصلوا لو سمحت. ماشي رح نستنى. يلا يلا شباب يلا.
رح شغل السيارة. يلا ماشي. بابا ما رح يجي معنا؟ رح يجي بعدين. ماشي امسكي ايدي. قلي لي صار له شي لبابا. قلت لك رح يجي بعدين. خلينا ناخذ امك على المشفى هلا. يلا. معلم هذا الحقير اكيد هون. طلعوا شباب، اطلعوا منيح حواليكم. وين اختفى يعني؟ لف من هون لشوف. لقينا ليك السيارة. كارلوس وقف. الله يلعنه، أكيد هو هون. رح نفترق، دوروا بكل مكان، لازم نلاقيه. في معه وثائق كتير مهمة. بعدين قتلوا لأحمد. أصحكن تجيبوه ميت، بدي إياه لقليل هالشرف عايش. عاكف اهدى شوي أخي، خلص شو صار لك؟ أنا هلأ هيك، لا تزيدوا علي. يلا كارلوس تعا معي. لعما كيف وصلوا بهالسرعة هي؟ مو هون أخي ولا هون، لازم ندور كمان. هو هون أنا متأكد. يلا. بس يا ابني أنت وياه لك حاجة تنططوا. يي اهدولكن شوي. تعال تعال حقني. يا علينا إن شاء الله. أنت متحمسة؟ كتير. وأنت؟ كتير، أنا متحمس مثلك. الله يرضى على أخوك عزت، لولا ما كنا قدرنا نعمل العرس. أخي ما في منه، هو منيح معي. لك مثل تعال هون. هو اللي رباني. ايه طيب وينه لهلأ ما اجا؟ اكيد رح يجي، كان بده يجيب فرقة العرس، عم يدور عليهم. ها امي؟ اخي عزت وينه؟ ليش لهلأ ما اجا؟ ما بعرف، اتصلت فيه من شوي بس ما رد على التليفون. لا تقلق بعد شوي بيجي. لازم يجي، بلشوا العالم يجوا. بيجي بيجي، انت لا تاكل هم. باران! أخيراً، وينك يا أخي؟ يا سبعي، ألف مبروك. كيف الوضع؟ كنا عم نستناك، كيف ملاقيني؟ بدلت العرس كتير حلو عليك. ما شاء الله ما شاء الله. يلا يلا تفضلوا. مرحبا يا جماعة. طلع لهونيك. هيك تمام. أنا بورشي. استنى، في كتير عالم حواليه. خلاص ما بدنا نسوي ضوجة بلا ما نفوت. عاكف تعا عالبيت اللي بالزاوية، لقينا الزلمة. لك حاجة بقى يا أولاد، صرعتونا عن جد اليوم كتير. ايه ايه مظبوط كلامك. هاي وين كن انتو؟ بسببكن العرس قلب جنازة. أهلين بالشباب، أهلا وسهلا. يلا اعزفوا لنا لشوف. اعزفوا لك الله حيو. وهي بلش العرس. قوم رقص. حلو هيك. يلا قوم قوم معي. يلا 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 كلنا لك احلى تحيه للعريس معنا. حلو يا عريس. روح يا عمري. ها ايوه ايوه يلا تحيه للعريس. كمان كمان ايوه احلى تحيه للعرسان. يلا يا شباب يلا كثير قوم. الله يسعدك. يعني اليوم بدنا نعمل احلى عرس. شو هاد؟ شعروا لورا شعروا لورا شعروا لورا شعروا لورا شعروا لورا شعروا لورا شعروا لورا. يلا يلا ارفع ايدك. شو عم بيصير؟ ماهر يلا ارفع ايدك. ولا خير يا جماعة؟ شو بدكم؟ شو عم تعملوا انتو؟ شو لكم شغل هون؟
مين هاد؟ هاد بيكون أخي. خليه هو يحكي لك. مبين في سوء تفاهم. شفت عينكم عم نحتفل بعرس أخي وما قربنا على حدا بنوب. اسكتوا لك. بلا هالحكي. شو عملت بالشنطة؟ عن أي شنطة عم تحكي أنت؟ ليكو لك لا تتغابى. بدي الشنطة. بس عفواً أنا ما بعرف عن أي شنطة عم تحكي. بالتا قلب شو لشوف. باين ما راح يحكي هون. شوف يا حماران. وقف. ما حدا بياخد أخي. أنتوا أصلاً حاطين دابكم من داب عيلتنا. كل مصيبة بتصير بتيجوا بتسحبوا واحد من عنا. المخفر ماله شغل إلا عيلتنا. شو هالحكي لك أزعر؟ لا تتحايل علينا. ليش؟ نحن بنعرف من وين أصلك. نحن هون لأنك مجرم. فهمت؟ لو نحن مثل ما عم تقول متقصدين عيلتك ليش جاي لعندك تحديدا؟ سكوتو ما تحكي هاد الكلام ابدا. عم تفهم؟ لا تزيدوها. رح ناخذ الزلمه ونمشي. طيب انتو باي حق بدكم تاخذوه؟ باران اطلعوا من بيتنا. مالكم شايفين عنا عرس؟ اصلا هيك عم يعملوا اخي. هنن لا بدهم يانا نفرح ولا نكون مبسوطين. كلامك صح. لا حول ولا قوه الا بالله. ابني شو عمل عزت؟ قلي. إذا قلت لك قلبك ما حيتحمل. طيب أنت بس احكي لي. إيه هات احكي. شو بدك تتكلم يا أخي عزت؟ ما بيعمل شيء. احكي. احكي لشوف. قتل ملازم أول وقوص مرته. شو؟ لا 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 هدول جماعة عم يتبلوه. أنا متأكد مثل ما أني شايفك إنه مستحيل يعمل هيك. مستحيل يعمل هيك شيء. هدول عم يتبلوه. عزت ما بيعمل هيك. عم يتبلوه. شوفه بعيني. مع الأسف عملها. اخي باران اعطيني الاذن خليني اجيبه. خليك يا ابني خلاص. الاولاد معك هدول عم يقوصوا. نحن ما بدنا يصير شيء لحدا. باران بترجعوا لي هونك يا امي. انتبهوا كونوا منتبهين وديروا بالكم منيح. ما ينأذى اي مدني. الله يخليك باران. ارموا سلاح بسرعه. ما قلنا شغل مع حدا. بدنا ناخذ الزلمه ونروح. باران لا تصدقونها. اهدى. ما راح تاخذوا حدا بدون ما تقتلونا. باران انا معك يا اخي.